عندنا السلمون، والسلمون من الحاجات اللي فيها دهون طبيعيه فيها اوميجا 3، فده طبعا مفيد جدا للتركيز. طيب هنعمله ازاي؟ عندي فيليهات من السلمون، عندي شبت، روزماري، ملح وفلفل، زيت زيتون، عصير ليمون، وعندي سلق هنقدم معاه سلق او سبانخ، الاثنين والاثنين هايلين والاثنين مفيدين جدا للتركيز، فاللي موجود عندكم او اللي في الموسم بتاعه استخدموه. في الطاسه زيت زيتون، دايما يعني ايه بمقدار كده ونكون يعني حذرين واحنا بنتعامل مع الدنيا. وبعدين هنا هحط فلفل اسود، ملح، نقطه ملح، انا مش عايزه ملح، يعني انا يدوبك عايزه اظهر الطعم، فيدوبك نقطه ملح. قلنا المواد الحافظه لا، المأكولات المصنعه لا، والكانديز والدهون العاليه لا، والسكر عدونا، السكر الابيض عدونا. ادي الروزماري، شبت، وحطينا اصلا ملح وفلفل، وادي عصير الليمون، وبعدين هاخد السلمون. لماذا يا هذا؟ هنا جوه التتبيله، نقرب شويه اهو، لا انا مش عارفه اشتغل بالوقت. ادي زيت الزيتون، وسخنا الطاسه كويس جدا، وعملنا التتبيله بتاعه السلمون، روزماري، شبت، روزماري قلنا من الحاجات اللي بتساعد جدا جدا على التركيز ومفيده جدا لمرضى فرط الحركه، السلمون نفس الكلام، نقطه زيت زيتون هنا، مش هحط زبده، بسم الله الرحمن الرحيم، وعصير الليمون، والنار لازم تكون عاليه جدا، والطاسه تكون سخنه جدا، وبقيه التتبيله مش هنستغنى عنها، يعني يا دوبك نص سوا. ناخد التشويحه على الجنب الاولاني وعلى الجنب الثاني، وفي الوقت ده هكون بايدي وانا واقفه هنا كده بصغر السلق. مدرسه من المدارس بتاعه الدكاتره بتفضل انها تاخر السمك لبعد سن السنه، لانه زي ما قلنا في اول الحلقه النهارده هو من الحاجات اللي ممكن تعمل حساسيه. اوكي؟ فقالت لي انه في مدارس من الدكاتره بتفضل انها تاخر السمك لبعد سن السنه، فانا وعدتها ان انا هقول المعلومه للامانه برضو، ولنقل المعلومات كامله وانتوا عليكم الاختيار، لكن انا قلت لها هقول المعلومه، فانا بقولها برضو اهو يا دكتور مريم، عشان كل واحد بعد كده ينقي بقى الحاجه اللي هو مرتاح لها. هنزل هنا السلق، شلت السلمون وهنزل السلق، هاخد تشويحه واحده في بواقي السلمون بطعمه وبحاجته بحاله بماله اهو، وقبل ما السلق يموت هنزله بقيه التتبيله، هاخد تقليبه من الكلام ده، وخلاص السلق مش هموته قوي، مش هغطيه عشان ما يسودش، ومش هسيبه لحد ما يبقى حاجه ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه، وبعدين نرجع نقول الحاجه طعمها وحش. ليه طعمها وحش؟ عشان احنا بنطبخها غلط اهو. بدل السلق ممكن ايه؟ ممكن سبانخ، وبعدين هناخد عليه السلمون، وهنديله طبعا الرشه الفريش بتاعه الشبت. ما نستخدمش معلومه مهمه جدا ناخد بالنا منها، ما نستخدمش السلمون المدخن، السموكت سلمون، ابدا ابدا ابدا، ما نستبدلش ونقول ما هم واحد، لا مش واحد خالص، مش واحد خالص، نستخدم السلمون الفريش لو سمحتوا.